السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو استكمالا لسلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. في الفيديو ده هنتكلم عن تخفيض السيارة بيجو 3008 موديل 2020. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة بيجو شاركت في موجة التخفيضات بتخفيض على معظم العربيات المتواجدة في السوق المصري، وشفنا تخفيضات بيجو 301 وبيجو 5008، ودلوقتي بنشوف تخفيض بيجو 3008 موديل 2020. حدث انخفاض في أسعار السيارات الموجودة في الفئة السعرية دي زي أوبل جراند لاند وميتسوبيشي إكليبس وهيونداي توسان وكيا سبورتاج وكتير من العربيات في الفئة السعرية دي. عشان كده شركة بيجو قررت تنزل السعر للعربية 3008 موديل 2020 عشان تفضل في نفس الفئة السعرية مع نفس المنافسين. العربية بتنافس كتير من العربيات القوية في الفئة السعرية دي، بتنافس ستروين سي 5 وأوبل جراند لاند وميتسوبيشي إكليبس وعربيات تانية كتير موجودة في نفس الفئة السعرية، وبتعتبر البيجو 3008 هي أقل قيمة مقابل سعر منهم، لأنها بتيجي بتصميم شكل قديم مع كماليات ووسائل أمان مش كويسة، وتعتبر أغلاهم في السعر ولسه هي الأغلى بعد التخفيض. يعني التخفيض ملوش أي لازمة، بتنافس عربيات في فئة سعرية أقل منها، سعرها مرتفع بشكل كبير، وشكل العربية وتصميمها الخارجي ما تغيرش بقاله فترة كبيرة جدا، وما شفناش الجيل الجديد من العربية لحد دلوقتي زي ما حصل في بيجو 2008 موديل 2020. عشان كده التخفيضات على العربية دي كانت خطوة مهمة جدا، لكن طبعا التخفيض اللي تقدم في العربية دي ملوش اي قيمة. تخفيضاتها وصلت 20,000 جنيه على جميع الفئات، والتخفيض ما دخلهاش منافسة مع عربيات تانية، ولا خلاها افضل قيمة مقابل السعر، ولا خلاها تعلى على منافسينها في السوق. الفئة الاولى بسعر 465,000 جنيه بدل 485,000 بتخفيض 10,000 جنيه، منزلين الفئة التانية بسعر 510,000 بدل 530,000 تخفيض 20,000 جنيه، الفئة التالتة بسعر 550,000 بدل 570,000 بتخفيض 20,000 جنيه، الفئة الرابعة بسعر 600,000 بدل 620,000 بتخفيض 20,000 جنيه. الفرق بين الفئات الأربعة، الفئة الأولى مسمينها اكتف، فيها فرش قماش، نظام ذكي لركن السيارة، وجميع وسائل الامان وانظمة الفرامل اللي احنا عارفينها، جنوط، مثبت سرعة، سبويلر خلفي. الفئة التانية الور، زادت عليها وسائد هوائية جانبية، زجاج فاميه، كاميرا خلفية، جي بي اس. الفئة التالتة الالور بلس، فيها فرش جلد، فتحة سقف بانوراما، بدال شفتات في الدركسيون. الفئة الرابعة جي تي لاين، فرش قماش، قفل مركزي للابواب، نازلة ب 600,000. العربية قبل التخفيض كانت بتبدأ من 485,000 جنيه لأول فئة لحد أعلى فئة ب 620,000 جنيه، ودخلت الفئات العليا من العربية في منافسة مع الفئات الأولى من بيجو 5008، وده طبعا تسعير غير منطقي تماما. وبعد التخفيضات أصبحت العربية بتبدأ من 465,000 لأول فئة و 600,000 لأعلى فئة، وده طبعا ما فرقش كتير. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة، أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.